حياكم الله يا مكتوم مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في الموجز الاقتصادي، يأتيكم من قناة الرافدين. جددت النائبة عليا نصيف تحذيرها من تمرير قانون التحكيم، وأكدت أنه يتسبب بخسارة العراق ملايين الدولارات بسبب عدم امتلاكه ثقلا دوليا ودبلوماسيا كافيا ومؤثرا يساعده على كسب القضايا ذات العنصر الأجنبي. وقالت النائبة نصيفة إنه وقع المحذور حيث صدر حكم بتغريم البنك المركزي العراقي 11 مليون دولار لصالح إحدى الشركات الأجنبية لمجرد اتهام السلطات العراقية لعاملين في الشركة بالاحتيال والحكم عليهما بالسجن، متسائلة فيما إذا كان السبب خسارة هذا المبلغ الكبير هو التواطؤ أم الجهل بالقوانين. كشفت لجنة الاقتصاد والصناعة والتجارة النيابية عن وجود هدر وإساءة استخدام للمال العام تصل إلى تريليون دينار سنوياً من واردات شركة الموانئ العراقية، مبينة أن هناك جهات سياسية تتلاعب في موانئ العراق. وقال عضو اللجنة ياسر الحسين إن هذا المبلغ كان بالإمكان استغلاله لتعزيز الميزانية العامة واتخاذ إجراءات حازمة لمكافحة الفساد واستثمار المغارد بشكل أكثر فاعلية. وأضاف أن شركة الموانئ العراقية تمتلك إمكانات ضخمة، حيث يمكن أن تساهم بمبلغ يصل إلى تريليون دينار سنوياً في دعم الميزانية العامة. قال نائبون في برلمان كردستان العراق إن مماطلة وتأخر إرسال قوائم الرواتب من بغداد أثر سلباً وأخر عملية إرسال المبالغ من قبل وزارة المالية. وفي السياق أكد خبراء اقتصاديون أن كردستان العراق باتت اليوم تتألف من طبقتين غنية وفقيرة، وأنه لا وجود للطبقة المتوسطة إطلاقاً بسبب أزمة الرواتب وما تلاها منذ 10 سنوات. حذر مربو الدواجن في محافظة التأميم من خطر وشيك يهدد قطاع الدواجن نتيجة القيود الحكومية التي تمنع نقل الدواجن من كركوك إلى بغداد ومدن الجنوب العراقية. أكد المربون في ناحية ليلان أن هذه القيود فرضتها الحكومة بذريعة عدم امتلاك إجازات تسجيل لدى وزارة الزراعة بسبب شمول مناطقهم ضمن ما يسمى بنزاعات الملكية، لافتين إلى أن إعاقة عمليات التسويق تضر بمربي الدواجن الذين يواجهون خسائر كبيرة بسبب منع نقل منتوجاتهم إلى بغداد ومن الجنوب، رغم مساهمتهم في إنتاج نحو 1.5 مليون طن سنوياً من البيض والدجاج الذي يساهم في دعم الاقتصاد الوطني. والآن هذه انتقالة سريعة مشاهدينا الكرام إلى أسعار صرف العملات الأجنبية وأسعار المعادن. نهاية الموجز الاقتصادي بأمان الله.